نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الهجمات الإسرائيلية على حزب الله خلال الأسبوع الماضي أعادته 20 عاما إلى الوراء. وأوضحت الشبكة الأمريكية أن إسرائيل أضعفت بشكل كبير قدرات حزب الله، إذ قتلت العديد من كبار قادته. وأضافت مصادر الشبكة أن واشنطن لا تدعم التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، وتعمل على منع اندلاع حرب أوسع في المنطقة، وأن واشنطن لا تعتقد أن الاستراتيجية الإسرائيلية التي تقوم على أن التصعيد سيخفض التصعيد ستكون فعالة. كما أشارت مصادر CNN إلى أن القلق الأمريكي الأكبر يتمثل بالتدخل المحتمل لإيران، خاصة إذا اعتقدت طهران أنها على وشك خسارة أقوى قوة وكيلة لها في المنطقة. من حيفا تنضم إلينا الصحفية هبة مصالحة. أهلا بك معنا هبة. مسؤول أمني إسرائيلي صرح لولا بأنها قد توسع الجبهة الداخلية تعليماتها في الشمال بالأيام المقبلة. أولا نستطلع منك طبعا الأوضاع الأمنية حيث أنت، المراكز والأهداف في الساعات الأخيرة لحزب الله داخل إسرائيل ما هي؟ النقطة الأخرى، إذا كانت هناك أي اجتماعات أيضا قائمة عطفا على هذه التصريحات نستوحي منها ما الذي ممكن أن يحدث في الساعات أو الأيام المقبلة؟ نعم بالفعل تهاني، الجبهة الداخلية ستصدر تعليمات لمناطق أبعد من 60 كيلومترا في ظل توسيع حزب الله لاستهدافاته وبنك أهدافه لمواقع طالت أبعد من 50 و 60 كيلومترا، وصلت إلى مرج ابن عامر والمواقع العسكرية في تلك المنطقة وبالمحاذاة من مدينة العفولي في الجليل الأسفل. طالت أربع مواقع عسكرية في تلك المنطقة. شوهد أيضا أعمدة دخان بمنطقة برمات دافيد، القاعدة الجوية لسلاح الجو الإسرائيلي، وهي من أهم ثلاثة قواعد عسكرية لسلاح الجو الإسرائيلي. كذلك الأمر الإعلان مستشفى العفولي عن وصول خمسة إصابات نتيجة الرشقة الصاروخية فجر هذا اليوم قادمة من جنوب لبنان للمناطق في الجليل الأسفل. وأيضا سمعت صافرات الإنذار بمفترق جولاني وبمحيط مدينة طبرية، أيضا وصول ستة إصابات إلى مستشفى نهرية بعد أيضا رشقة صاروخية استهدفت الجليل الغربي، وقال مستشفى نهرية أنه يتعامل مع ستة إصابات. الحديث عن سقوط صواريخ من قبل بيان للشرطة الإسرائيلية دون ذكر مواقع سقوط هذه الصواريخ، أيضا شظايا للقبة الحديدية وصواريخ الاعتراض وصلت واستهدفت أيضا وسقطت في منازل مدنيين في بلدات في الجليل الأسفل. في إشارة أيضا إلى ما يتم الحديث عنه بوسائل إعلام إسرائيلية، وخاصة في ظل الحديث عن العملية واسم العملية بأنها سهام الشمال، بمعنى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان ستتركز على تكثيف الضربات الجوية. تهاني أريد أن أشير إذا ما سمحت لي أننا اضطررنا إلى تغيير موقع التصوير نتيجة إجبارنا من قبل الشرطة الإسرائيلية التي أجبرتنا على تغيير الموقع، وفي النشرات القادمة لربما نقوم بتغيير الموقع حتى تكون الصورة أوضح في مدينة حيفا والصواريخ التي باتت تصل إلى هذه المدينة وهدفا لحزب الله. نعم طيب، أريد أن أسألك بالنسبة لوضع المطار، وضع المدارس، فقط تبقى الأمور معلقة في الشمال الإسرائيلي أم أيضا تأثرت باقي المناطق؟
نعم، إغلاق المجال الجوي في مدينة من الخضيرة وصولا إلى الشمال، مع أيضا إغلاق المدارس بالمناطق حتى 60 كيلومترا بعيدة عن الحدود، التعليمات الجبهة الداخلية في إطار تغييرات الوضع الأمني الثلاثي، أيضا على الرغم من إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وليس فقط في الجليل الأسفل والأوسط والأعلى والغربي، وحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بمعنى حالة الطوارئ للمستشفيات على أن تكون مهيئة لاستقبال جرحى، على أن تنقل الجرحى إلى المواقع تحت الأرض في المستشفيات، أيضا في إشارة إلى أن تكون أيضا المواصلات العامة في أهبة الاستعداد في إطار أيضا هذه التحضيرات والتوقعات التي من الممكن أن تؤدي في ظل تصعيد وتعميق الجيش الإسرائيلي في غاراته على الجنوب اللبناني وفي العمق اللبناني بأن يقوم حزب الله باستهداف مواقع لم يستهدفها بعد أبعد من مدينة حيفا لربما ستصل إلى تل أبيب، وخاصة بعد وصول صواريخ إلى مستوطنات الضفة الغربية في مستوطنة هرئيل وهي شرق مدينة تل أبيب وبالقرب من وسط البلاد، وخاصة بعد استعمال حزب الله للصواريخ متوسطة المدى. الجيش الإسرائيلي وأيضا مسؤول كبير تحدث لوسائل إعلام إسرائيلية لصحيفة يدعوت أحرنوت تحديدا بأن الحديث عن إضعاف قدرات حزب الله و 50% من قدرات حزب الله هو موضوع ذو شك، وقال أيضا بأن الجيش الإسرائيلي لم يستهدف بعد منصات أيضا وإضعاف قدرات حزب الله بالصواريخ بعيدة المدى، لذلك هناك توقعات بالمؤسسة الأمنية على أن تكون استهدافات حزب الله خلال الأيام القادمة بعيدة المدى. طيب بالنسبة للتهديد الإسرائيلي بأنها ستضغط على الحزب باستهداف بيروت، هل هذا متداول أم هي فقط تصريحات إعلامية؟ هل هو متداول في الاجتماعات الإسرائيلية؟ هذه نقطة. النقطة الثانية يا هبة، منذ بداية 7 أكتوبر كان يتحدث نتنياهو بأنه يريد أن يضعف ويشل حركة حماس داخل قطاع غزة، وكانت هناك يعني تقارير تتحدث عن عدم إمكانيته من تحقيق هذا الهدف. هل نفس السيناريو يتكرر الآن مع حزب الله؟ يعني هو بموضوع الاستهدافات وبموضوع الغارات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في لبنان وفي العمق اللبناني وفي جنوب لبنان، وأيضا في ظل التهديدات والتعليمات للمواطنين اللبنانيين بإخلاء منازلهم، هو سيناريو يشابه سيناريو ما جرى في قطاع غزة، ولكن هناك شكوك بأن تقوم إسرائيل بمزيد من الهجمات وبمزيد من التصعيد الأكبر، خاصة أن داخل الغرف المغلقة التسريبات التي نشرت حتى على لسان بنيامين نتنياهو الذي قال أنه لا يسعى إلى حرب واسعة مع لبنان ومع حزب الله، وأنه يريد فقط الضغط العسكري، وهي سياسة متبعة لدى بنيامين نتنياهو منذ 7 أكتوبر حتى يفصل حزب الله عن حركة حماس على أن تكون جبهة مساندة، ويريد أن يقوم بالتعامل مع هذه الجبهة منفصلة عن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي، وأيضا في ظل الحديث عن صفقة تبادل، الحديث بوسائل إعلام إسرائيلية بأن المزيد من الضغط على حزب الله سيكون له تأثير إيجابي على مسألة صفقة التبادل حتى يكون هناك تنازلات أكبر من قبل حزب الله من قبل حركة حماس عفوا، وأيضا تجدر الإشارة في ظل كل هذا الحديث أيضا تصريحات العلنية التي تقول بأن الجيش الإسرائيلي سيتعامل مع حزب الله في إطار التصعيد التدريجي بغض النظر عن رد حزب الله سواء كان هناك رد كبير أو حتى بقي ضمن استهدافات في الحدود، هو اتخذ قرارا بعمليات الهجوم على مواقع منصات صواريخ وبنى تحتية كما يدعي لحزب الله، على الرغم من الضربات الاستباقية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي ويدعي أنه يستهدف منصات صواريخ متوسطة وصواريخ قصيرة المدى وصواريخ بعيدة المدى، إلا أننا ما زلنا نشهد صواريخ تطلق من جنوب لبنان باتجاه المناطق في إسرائيل. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات من حيفا، الصحفية هبام صالحة.